أهلا بكم مشاهدينا الكرام في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسة المصرية 2024، يوم الفرصة الأخيرة. انزل وشارك وقول كلمتك. اسمحوا لي في البداية مشاهدينا الكرام أن أقدم تحية تقدير واعتزاز للشعب المصري العظيم، البطل وأصل الحكاية. تحية لعظيمات مصر ولشبابها الملهمين، هم دايما في الصدارة. تحية واجبة للهيئة الوطنية للانتخابات، الهيئة المصرية المستقلة التي أدارت العملية الانتخابية بنضج وحرفية وحيادية وانضباط ونزاهة وشفافية. والشكر موصول لقضاة مصر الذين سطروا ملاحم إنسانية في اللجان الانتخابية. تحية للمرشحين الأربعة في ظل منافسة شريفة مبنية على احترام الآخر وتقدير الشعب المصري. تحية للظروف القاسية والتحديات الداخلية والخارجية. هذه المحن التي قدمت للمصريين منحة وفرصة للالتفاف والتوحد واليقين بأهمية حماية الوطن من الخارج والبناء في الداخل. وإذا كان مقتضى المنافسة أن يفوز واحد من أربعة، فإن هذه الانتخابات ليست نهاية الطريق بل البداية لورشة وطنية موسعة وقاعدة للعمل في المرحلة المقبلة. حفظ الله وطننا الحر ودام أمنه وأمانه، ووفق المخلصين من أبناء الوطن لخدمة البلاد والعباد. ودائماً تحيا مصر بشرفائها. بسم الله، نبدأ مع حضراتكم هذه التغطية لليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية المصرية، يوم الفرصة الأخيرة. انزل وشارك وقول كلمتك. أهلا بكم.